ولدت الحوراء زينب سلام الله عليها في الخامس من جماد الأول سنة 5 للهجرة، أي بحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أكو نقطة تجدر الإشارة إليها، وهي أن الله تبارك وتعالى شاء أن يكون الامتداد الطبيعي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق فاطمة الزهراء. وبالتأكيد أن لله في خلقه شؤون، وإلا الله قادر تبارك وتعالى أن يهب لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ذرية ذكور، بدليل إبراهيم سلام الله عليه، الله منحه الذرية بعد الشيخوخة. بعض الروايات تقول عمر إبراهيم 112 سنة ورزق بإسحاق لما جاءته البشارة. زكريا معروف إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، والزوجة أيضا يقول وكانت امرأتي. لكن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يعطيه، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قل فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له، رتبنا الأمور تماما وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إلى آخر الآيات. لكن الله تبارك وتعالى عند حكمة أنه حرم النبي من ذرية الذكور. إبراهيم من ماريا القبطية مات، القاسم والطاهر من خديجة ماتا بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد الله أن يكون الامتداد الطبيعي عن طريق فاطمة الزهراء. فاطمة أم أبيها والأم هي الأصل، وهي تفاصيل معروفة أعتقد بمتناول أذهانكم. حاولت الإرادات الشريرة أن تقطع هذا المفهوم وتجعل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مات ولا عقب له ولا ذرية له، واشتغل الإعلام المزيف بهذا الاتجاه. وعندكم فكرة أنه لقب بالأبتر أي مقطوع الذكر، ولما وصلت الكلمة وسمعها النبي صلى الله عليه وآله طيبت نفس السماء بشيء رائع جداً. قل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة إلى آخر الآية. يعني يقول له إذا أنت متت، مو سرعان ما يموت هذا الأبتر وينقطع ذكره، إذا أنت متت ليش هم شنو راح يعني راح يبقون؟ مو شلون الإمام الحسين سلام الله عليه من قالهم إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. بالتالي الموت كل نفس ذائقة الموت، بس القرآن الطاهر قال لإنا أعطيناك الكوثر. منه مو النهر، مو تتوقع النهر بالجنة، فاطمة الزهراء. ولذلك سميت المباركة، المباركة من باب الخير الكثير، ذرية كل الإرادات، نوبويين وعباسيين وسلاجقة وتتر وقتل قتل تحت كل حجر ومدر اتبعوا العلويين، والآن ما شاء الله يملؤون بقاع الأرض، ونسأل الله أن يزيدهم خير وبركة. مو لأن فاطمة الزهراء من أسمائها المباركة، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو. واشتغلوا على هالمفهوم، ولذلك إعلام أهل البيت سلام الله عليهم كان يعالج هالموقف. أعتقد قلما تجد زيارة لأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه ما بها السلام عليك يا ابن رسول الله. لاحظ زيارات الحسين سلام الله عليه كل معالجة لهذا الموقف، كأنما أن النبي ترى مو مقطوع الذكر، لكن شاء الله أن تكون ذريته عن طريق الحسن والحسين عن طريق فاطمة الزهراء. كل ما نزور الحسين قل له السلام عليك يا ابن رسول الله. أكو نقطة أشارت لها الحوراء زينب بهذا المفهوم. بالكوفة لما خطبت
قالت بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فكان بإمكانها تقول على جدي. ليه قالت وعلى أبي؟ تريد أن تؤكد انتمائها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سفد يوم هذا واحد الشعبي من عالم، هو ما يستهان به، لكن هو من تنابل السلطان نسميهم، وعاظ السلاطين، ما كل يقعد يم الحاكم ويرتب له الفتية حسب ما يناسب مزاجه. فالشعبي قاعد إلى جنب الحجاج، فاليوم ينقل هالحادثة. هذول أكو ناس ضعاف نفوس يعرف الحق بس طمعا بالدنيا. تدري شو يقول الشعبي؟ إلى كلمة سأل الله ألا يبتلينا بيها، يقول ابتلينا بعلي، إن أحببناه قتلنا وإن أبغضناه دخلنا النار. إذا يدري بالحقيقة، مو يدري، يدري أنه مبغض لعلي بن أبي طالب، وين مصيره؟ مصيره للنار. بس يقول مشكلة الحجاج موائد دسمة فلوسه رشاوى ضخمة شيء، فش نسوي؟ إن أحببناه قتلنا وإن أبغضناه دخلنا النار.